قام ولي ولاية سطيف كمال عبلة رفقة رئيس المجلس الشعبي الولائي وبحضور رؤساء المجالس البلدية ورؤساء الدوائر على مراسم تسليم رخص الاستغلال الاستثنائية للمشاريع الاستثمارية، متمنياً أن تكون 2022 سنة اقتصادية بامتياز. هو دعني أقول أولاً أنه اللي قال أول والثاني لسيد رئيس الجمهورية الذي كان لقاء الحكومة مع الولات، كانت وضعنا ورق الطريق وهذه أكثر من سنة، اليوم الحمد لله قلنا فيه تحدي، فيه أجل، فيه ورق الطريق محدد الزمان ومحددة كذلك الأعمال اللي نقوموا بها. اليوم قبل 31 ديسمبر بدينا في الحصاد، بدينا في الحصاد بتمكين ما يفوق 220 متعامل اقتصادي، يعني متعامل اقتصادي من ولوج النشاط، سواء بالإنجاز سواء بالدخول في النشاط مباشرة. كانت الكثير والكثير من العراقيل والانشغالات والمشاكل التي كانت كنا في إدار جعل، يعني وضعنا أقول لجنة محلية على مستوى الولاية متعدد القطاعات، درسنا كل قطاع كل حالات المستثمرين حالة بحالة، أقول حالة بحالة، وكل حالة وضعنا لها حل جذري بحضور المستثمرين في لقاء عام، في لقاء عام. والحمد لله راكم رافقتونا اليوم ورافقتونا حتى في الاجتماعات اللي كنا كانت مع المستثمرين ولقينا الحلول المناسبة. كما اختتم كلمته بتمنياته سنة سعيدة للجميع. باش نتمنوا لهم إن شاء الله ونتمنوا لكم جميعا يعني عيد سنة جديدة إن شاء الله مملوءة بالهناء، مملوءة بالأمل إن شاء الله.